بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث كان طبعا أن ربنا يعني إذن شرحه خاصة ودعاء كجرته وحديث لا إله مرق خارك يسمى مرق أدفيري سو معناه ولا دبضا وكهلا ما أركي سايد طبعا يعني صومالي أنت بضا قارك وضا لغيا وإننا وري برادوين أما فهن سنين يعني قيمها قف كان أولي حي أصل قيمي سو إسألك هاي طبعا لكن وحن أرجي إذا قفك كلا وما أرك إنه قيمة لي هاي يعني ودنك ما حصلنا يعني هي ما حنقول هاي لباتا جرتا قحوتي على وذي هاي لما متك يعني دلك الجوجا كوة جديه سقحوتي متك دبادة الجوجا ودم الدرس كي ودم ذكر العالم كالجوجا معناها قحوتي وكوة لباتوين كاس مرك هذا ركتو ضد مسلمين طبعا آن هاي وحا إسويدين وحيتها أولا وحيالا واحد جل الدين تينا اي اصل اهان اي نوشيك تي قفك انو كل اخمو رسول الله عليه الصلاة والسلام دعاء ودعاء وناكسا اهان امهيمسا وحا اسلاه مركة خارك اسلاه مركة الصومالية ما دعاء اهان لغوذ إلاوي ها دعاء ميان لغوذ إلاوي لما انتو هذا محا رسول الله عليه الصلاة والسلام وحوليا هاي لو ان احدكم اذا اراد ان يأتي اهله هدو متكينا دمعو رباض انو اهل كي سوء ماذو قفكينا مركو روح معناها حاسكيس إنو معناها الجماعة ووتوا قفكينا مركو الدمعه ورسولك الله عليه الصلاة والسلام وإنو لها وحسوس تأو لها هدونا أسغى لهن أيضا له كرتا أمو يحسن كرتا أمو يحسن كرتا أمو يحسن كرتا يعني حدي سيدا سميان رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي إدهان معناها اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وفيس يعني إلهو نغكري أو حان كامل نغلينا شيطانك أيان كامل نغلينا شرطيسي لباتيسا كامل نغلينا وحا شيطانك إلهو معناه كامل نغلينا سيدو كاري وحا نغو أرزاقب أو كسب بحضوانا ميشا إيه عرور رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حوليه حدي إلهي أقدره إنو معناها أرنتاسي أما كلنكاسي أي يشان إن عرور أي كدرته ويل قبر وحضوانها هذا حدو إلهي سيدا قدره دعا لنا آخر استنبول إيه رسول الله عليه الصلاة والسلام عني قاسي كذا شيء شيدان مرد بايه ومتها براني سبحان الله داد كان وضا وريرسان عياد أمر يسأني وضا وليهين يعني آيه إزدرايا إسو أرخي يعني كان كلا إنو عدو يسيحي ما دعا لنا لغمرك لغي إلا هو يان اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ونقصوا علينا اللهم جنبنا الشيطان وجني بالشيطان ما رزقتنا إلهو نجا إله لشيطان إلهو نجا كل شيطان إلهو نجا معناها يعني عنوان كامل قلنا شيطان إيه وحنا وارز أخذه دعاء سائلين حداد أروصهين حداد أروصهين حداد يعني محاكرة إن بدأ إسقطتين حداد يعني طبعاً سنة إسقطتان لبعضاً سنة إسقطتان يعني حدي أخذنا لي مركا حاس كذا أما نك هذا حراشك مركا إسأل كيسان وحد كده لاريسان يعني إن دعاء أنت دعاء إسقابة يعني مهمة ما حدية معناها ربيتان ويماذو وأنا دعاء دخيستان إسحسوسيسان براتان إسكسحبان إلهنا سبحانه وتعالى شيدان كهنا قبطو عروتين إلهي شيدان كهكا يعني محاقرها إلاليو وإلهي سبحانه وتعالى هكذا يكون بارين دين توضيقان الدون كوضيقان أو يعني والدين تنبارين وإلهي هكذا سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.